نحن منا بلد موبوء ولا بؤرة. أكيد هالأزمة انتشرت حتى ببلاد عندها قدرات كتير أكتر منا، لكن واجبنا نعمل نحن اللي علينا، واجب الإنسان يكون عنده كمان وعي مدني لاتجاه الإنسان الآخر. في جهود كتير حثيثة بالتنسيق مع WHO منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ووزارة الصحة ونقابة الأطباء، عم يكون في كتير تنسيق لمكافحة هالأزمة. مستشفى الحريري بس بحب طمن الناس عنده إدراك كتير أكبر من ناس متخيلة لهالناحية بالذات، على الأقل للكورونا. قسم العزل الصحي فيه يستوعب أكتر 120 شخص معزولين نهائياً. في 4 غرف اسمه نيجاتيف بريشر عندهم عزل عالي، في 8 غرف عناية فائقة، وهذا القسم من المستشفى معزول نهائياً عن بقية المستشفى تما يخافوا ناس يروحوا لهونيك. في يعني بينشوا كأنه مستشفيتين متوازيتين، حتى عندهم طوارئ خاصة. في حاجة لاستحداث مراكز بالمحافظات وبالمناطق النائية برات بيروت، وأنا بعرف أنه من 4-5 أيام بلش العمل بشكل حثيث على تجهيز هالمناطق، وبنفس الوقت توأمت كل مؤسسة صحية عامة موجودة بمحافظة مع مركز جامعي كبير ليساعدهم يجهزوا حالهم بسرعة.